يسار دون يمينا المرافق راس ثم كاي اب مراسم تكريم العلم قدم سلاح اي وقوفا وقوفا الحضور لو سمحت سلاح اي ياه اي تفضل بالجلوس إذا مشاهدينا نحن معكم مباشرة بنقل من وزارة الدفاع حيث نتابع وقائع تكريم شهداء الجيش اللبنانيين. هذه المراسم الذي تقام في وزارة الدفاع تكريما للشهداء العشرة للجيش اللبناني بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى طبعا قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف وفعاليات سريه الشفاف سياسيه قدم سلاح اي
سريد التشريفات شمس الله اي اليمين دول مل سلاح اي وصول علم الجيش الامام سلاح ميل سريع جمسي له عي اليسار ظل يمينا مرافق ترصف ظل جميل إذن إذن مشاهدينا الكرام نتابع وقائع الاحتفال في وزارة الدفاع تكريما لشهداء الجيش اللبناني وفي هذه الأثناء وصل علم الجيش اللبناني الاحتفال الذي يبدأ عند الساعة 9:30 إبراهيم مغايت علي المصري مصطفى وهبي سيف ذبيان محمد يوسف خالد حسن حسين عمار علي الحاج حسن عباس مدلج ويحيى علي خضر
10 شهداء يكرمون اليوم في وزارة الدفاع بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائد الجيش العماد جوزيف عون، وفعاليات سياسية وروحية واجتماعية، وطبعا عائلات الشهداء. فور دخول عائلات الشهداء تمكنا من رؤية مدى تأثرهم بماذا يحصل بأبنائهم الذين فقدوا على مدى 3 سنوات. هؤلاء الشهداء علقت صورهم على الباحة الخارجية في وزارة الدفاع، وستوضع النعوش قرب الصور في احتفال تكريمي لهؤلاء الشهداء. بعد وصول رئيس الجمهورية عند الساعة 10 تقريبا صباحا، ستبدأ مراسم تكريم الشهداء، حيث تدخل النعوش وتتمركز في الأماكن المخصصة، وتتمركز حملة الأكاليل والأوسمة. بعدها تطلق مدفعية الجيش 21 طلقة على وقع موسيقى الجيش. هو يوم حزين لأهالي الشهداء، ما نحن معه، قال له هو معه.
نعم بيير، فريق عمل تلفزيون لبنان ينقل لكم وقائع تكريم الشهداء في وزارة الدفاع. يعني هذا الاحتفال الذي يبدأ بعد قليل، حيث من المتوقع وصول لواء الركن رئيس الأركان، بعدها يصل قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومن ثم وزير الدفاع يعقوب الصراف، فرئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم عند الساعة 10 صباحا يصل فخامة الرئيس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. إذن مراسم تكريم الشهداء يصل الموكب عند الساعة 10:10، يتم عزف الموسيقى، تدخل النعوش وتتمركز، ويدخل حملة الأكاليل والأوسمة. من بعدها يبدأ تكريم الشهداء، وتطلق 21 طلقة من البندقيات الحربية، ومن ثم دقيقة صمت على راحة أنفس الشهداء، ومن بعدها تلاوة نبذة. في هذه الأثناء نتابع وصول رئيس الأركان. وصول اللواء الركن رئيس الأركان. إذن وصل لواء الركن رئيس الأركان إلى وزارة الدفاع للمشاركة في الاحتفال التكريمي لشهداء الجيش اللبناني. إذن مراسم تكريم الشهداء تبدأ عند الساعة 10:10، حيث تطلق 21 طلقة من البندقيات الحربية، ويتم تقليد الشهداء الأوسمة من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. بعدها تسلم إلى ذوي الشهداء الأعلام اللبنانية من قبل قائد الجيش. الاحتفال في وزارة الدفاع هو احتفال تكريمي في يوم حداد وطني في كل لبنان، حدادا على أرواح شهداء الجيش اللبناني، الشهداء العشرة الذين فقدوا منذ أكثر من 3 سنوات. في الباحة الخارجية لوزارة الدفاع علقت صور إبراهيم مغايت، علي المصري، مصطفى وهبي، سيف ذبيان، محمد يوسف، خالد حسن، حسين عمار، علي الحاج حسن، عباس مدلج، ويحيى علي خضر. الفعاليات الروحية والاجتماعية والسياسية وعسكرية يشاركون في هذا الاحتفال التكريمي الذي يقام على أرواح الشهداء. بعد انتهاء الاحتفال يغادر موكب الجثامين إلى ساحة رياض الصلح،
ثم الموكب يتوجه إلى بلدات وقرى الراحلين لكي يواروا في الثأر. وصول العماد قائد الجيش. وصل قائد الجيش العماد جوزيف عون. العماد جوزيف عون الذي قاد عملية فجر الجرود وانتهت هذه العملية بمعرفة مصير الشهداء المختطفين. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وجه كلمة للعسكريين الشهداء قائلا: بشهادتكم تكبر الأوسمة ويكبر الوطن. رئيس الجمهورية وقائد الجيش يشاركون اليوم في هذا الاحتفال. العسكريون المحررون من النصرة توافدوا إلى ساحة رياض الصلح للوقوف إلى جانب أهالي العسكريين الشهداء في هذا اليوم. هذا اليوم الحداد الوطني يعم البلاد حدادا على أرواح الشهداء. 10 عسكريين دفعوا بالدم. دقائق قليلة ويبدأ الاحتفال بعد أن وصل في هذه الأثناء قائد الجيش العماد جوزيف عون. وصل في هذه الأثناء وزير الدفاع. وزير الدفاع الوطني. قدم سلاح. Hey!
في الاحتفال سيتم تلاوة نبذة عن حياة الشهداء. لبنان انتصر على الإرهاب بطريقة مشرفة. نصر عملية فجر الجرود. هذه العملية التي طهرت الحدود اللبنانية من عناصر داعش الإرهابي، وتمكن لبنان من معرفة مصير العسكريين المختطفين من قبل داعش الإرهابي. عملية فجر الجرود التي استمرت على مدى 10 أيام ضد تنظيم داعش في بلدات لبنانية قرب الحدود مع سوريا. قائد الجيش أهدى نصر عملية فجر الجرود إلى العسكريين الذين انتصروا انتصار حاسم على الإرهاب بطرده من جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع. هذه البلدات التي عادت إلى كنف السيادة الوطنية معمدة بدماء العسكريين الشهداء والجرحى أيضا الذين خاضوا هذه العملية. يتوقع بعد دقائق قليلة وصول رئيس الحكومة سعد الحريري أيضا للمشاركة في هذا الاحتفال في وزارة الدفاع. إذن صور العسكريين رفعت في الباحة الخارجية من وزارة الدفاع. عائلات الشهداء تشارك في هذا الاحتفال. هي خاتمة اليوم لعملية فجر الجرود. الآن في هذه الأثناء إذن مشاهدينا وصل رئيس الحكومة سعد الحريري مشهد أليم في وزارة الدفاع. الرئيس الحريري وصول دولة رئيس مجلس وزراء قبض السلاح.
سلاح. أي كا أي النعوش التي لفت بالعلم اللبناني بعد أن وزعت على 10 سيارات تابعة لوزارة الدفاع في طريقها الآن إلى وزارة الدفاع. وعلى كل نعش وضع لوحة صغيرة محفور عليها اسم كل شهيد. العائلات سترافق جسامين الأبناء فور انتهاء مراسم الوداع في اليرزي إلى بلداتها لمواراتها في الثرى. الموكب كان انطلق نحو الساعة 9 من صباح اليوم، موكب الجسامين من المستشفى العسكري إلى وزارة الدفاع، ووضع عناصر من الجيش أكاليل من الرؤساء 3 ووزير الدفاع وقائد الجيش في كل سيارة تنقل جثمان شهيد من الجيش اللبناني. 10 شهداء: إبراهيم مغيط، علي المصري، مصطفى وهبي، سيف دبيان، محمد يوسف، خالد حسن، حسين عمار، علي الحاج حسن، عباس مدلج، ويحيى علي خضر. سيذهبون اليوم إلى مثواهم الأخير في تكريم رسمي وشعبي ووطني، حيث الحداد الوطني يلف كل لبنان. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قد توجه بكلمة إلى العسكريين الشهداء قائلا: بشهادتكم تكبر الأوسمة ويكبر الوطن. إضافة إلى مشاركة العسكريين المحررين من جبهة النصرة الإرهابية، أيضا توافدوا إلى ساحة رياض الصلح للوقوف إلى جانب أهالي العسكريين الشهداء في هذا اليوم. حداد وطني وإقفال وطني لتشييع العسكريين الشهداء. وطبعا هناك مطالبة بتحقيق حول العملية التي أدت إلى اختطاف هؤلاء. الحداد الوطني على أرواح شهداء الجيش كان صدر في مذكرة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ونكست الأعلام على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وعلى جميع السفارات اللبنانية في الخارج. وفي مذكرة رئيس الحكومة دعا إلى أن يقف اللبنانيون لمدة 5 دقائق عند الساعة 10 صباحا حيثما وجدوا تعبيرا لبنانيا وطنيا شاملا ودعما للجيش الوطني الباسل في معركه الوطنية ضد الإرهاب والإرهابيين، وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى. وهناك دعوات لفتح تحقيق في ملف العسكريين الشهداء. عند الساعة 10 صباحا يبدأ، أي بعد أقل من 5 دقائق يبدأ الاحتفال حيث
سيكون هناك كلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في مراسم تكريم الشهداء العسكريين، يوجه فيها التحية إلى أرواح هؤلاء الشهداء، كما سيستذكر البطولات. وطبعا رئيس الجمهورية يؤكد المضي في إجراء التحقيق وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري. يدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء إلى الباحة الخارجية. إذن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون فور بدء الاحتفال سيوجه كلمة لأرواح تحية لأرواح هؤلاء الشهداء، وسيؤكد المضي في إجراء التحقيق لكشف ملابسات اختطاف العسكريين الشهداء وحق الأهالي في معرفة الحقيقة، كما سيشدد على أهمية النصر الذي حققه الجيش اللبناني في معركته ضد الإرهابيين. رئيس الجمهورية الذي يعتبر أن المرحلة المقبلة هي مرحلة نهاية أزمات المنطقة وسيرتد الأمر إيجابا على لبنان. هناك مطالبة من أهالي العسكريين الشهداء لإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات اختطاف العسكريين. عند الساعة 9 صباحا انطلق موكب الشهداء من المستشفى العسكري باتجاه وزارة الدفاع، ونحن الآن بانتظار وصول رئيس الجمهورية وقائد الجيش السابق العماد ميشيل عون. وكان قد وصل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش ووزير الدفاع وفعاليات روحية وسياسية وعسكرية للمشاركة في هذا الاحتفال الوطني الذي نظمته مديرية التوجيه أيضا في الجيش اللبناني. أهالي شهداء العسكريين الرئيس عون قال للعسكريين الشهداء: بشهادتكم تكبر الأوسمة ويكبر الوطن. ويشارك أيضا العسكريون المحررون
من جبهة النصرة توافدوا إلى ساحة رياض الصلح للوقوف إلى جانب أهالي العسكريين الشهداء في هذا اليوم بعد 3 سنوات على فقدانهم. عشرة عسكريين حداد عام وتشييع رسمي لشهداء الجيش اللبناني، ونكس لبنان الأعلام حدادا على العسكريين الشهداء من الجيش اللبناني. بين دقيقة وأخرى يصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى وزارة الدفاع. ستوضع النعوش في الأماكن المخصصة ويتم تقليدهم من قبل فخامة رئيس الجمهورية. على وقع موسيقى الجيش تدخل هذه الجسامين السجاد الأحمر وتطلق البندقيات الحربية 21 طلقة. وطبعا هناك تدابير سير استثنائية واكبت مراسم تكريم العسكريين الشهداء. من المستشفى العسكري في بادارو انطلق الموكب إلى المتحف فرع أوتوستراد الرئيس إميل لحود ثم وزارة الدفاع الوطني. لبنان اليوم يودع الشهداء العسكريين في حفل تكريمي رسمي. وقد وصل إلى وزارة الدفاع تباعا قائد الجيش. في هذه الأثناء وصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى اليرزي، وكان قد وصل تباعا قائد الجيش، وزير الدفاع، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، والآن في هذه الأثناء وصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. وكان قد وضع فخامة رئيس الجمهورية قدم سلاح
الرئيس ميشيل عون كان قد وجه للعسكريين الشهداء: بشهادتكم تكبر الأوسمة ويكبر الوطن. رئيس الجمهورية يشارك في هذه الأثناء، يصل إلى وزارة الدفاع. كريم المشطوب أمير سرية شفيت خان رئيس. شمسيناه أي أي الرئيس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كان قد وجه للعسكريين الشهداء: بشهادتكم تكبر الأوسمة ويكبر الوطن. وفي هذه الأثناء أيضا مشاهدينا، وصل موكب الجثامين إلى وزارة الدفاع دقائق قليلة ويبدأ هذا الاحتفال الرسمي. عشرة شهداء: إبراهيم مغيط، علي المصري، مصطفى وهبي، سيف ذبيان، محمد يوسف، خالد حسن، حسين عمار، علي الحش حسن، عباس مدلج، ويحيى علي خضر. هذا المشهد في وزارة الدفاع. تحضيرات في مختلف البلدات اللبنانية أيضا فور انتهاء هذا الاحتفال. هناك تحضيرات تكريم الشهداء. إذن مشاهدينا الاحتفال بدأ. افتتاحا اقرأ الطبول. دخول الجسامين ساحة العلم. وقوفا للصف.
شمس الله. أي جاه. أي 21 طلقة تكريما للشهداء. مجموعة إلى أمام. بسم الله. أي تمام سير. شمس الله. أي جاه. أي أب قدم سلاح. أي اختتاما اقرأ الطبول. شمس الله. أي جاه. أي تلاوة نبذة عن حياة الشهداء. أب قدم سلاح. أي جم سلاح. أي جاه. أي معاون أول إبراهيم مغايط الكتيبة 83 مواليد 22/7/1981 الألمون قضاء طرابلس متأهل وله 3 أولاد حائز على وسام التقدير العسكري وسام مكافحة الإرهاب وسام الاستحقاق اللبناني تنويه العماد قائد الجيش 5 مرات تهنئة العماد قائد الجيش 4 مرات تهنئة قائد اللواء 6 مرات يرقى لرتبة مؤهل بعد الاستشهاد العريف أول علي المصري الكتيبة 83 مواليد 6/6/1983 حاور تعالى قضاء بعلبك متأهل وله 5 أولاد حائز على وسام التقدير العسكري وسام مكافحة الإرهاب تنويه العماد قائد الجيش 4 مرات تهنئة العماد قائد الجيش 4 مرات تهنئة قائد اللواء 1 مرة
يرقى لربة رقيب بعد الاستشهاد. العريف أول مصطفى وهبي، الكتيبة 83، مواليد 1/1/1979، اللبوة قضاء بعلبك، متأهل دون أولاد، عائز على وسام مكافحة الإرهاب، تنويه العماد قائد الجيش مرتين، تهنئة العماد قائد الجيش مرتين، تهنئة قائد اللواء مرتين. يرقى لرتبة رقيب بعد الاستشهاد. الجندي أول سيف زبيان، الكتيبة 83، مواليد 23/4/1977، الكحلونية قضاء الشوف، متأهل وله ولدين، حائز على وسام مكافحة الإرهاب، تنويه العماد قائد الجيش 4 مرات، تهنئة العماد قائد الجيش 4 مرات. يرقى لرتبة عريف بعد الاستشهاد. الجندي أول محمد يوسف، الكتيبة 83، مواليد 22/7/1985، تعلباية قضاء زحلة، متأهل وله ولد، حائز على وسام التقدير العسكري، تنويه العماد قائد الجيش 4 مرات، تهنئة العماد قائد الجيش 4 مرات، تهنئة قائد اللواء مرتين. يرقى لرتبة عريف بعد الاستشهاد. الجندي خالد حسن، من الكتيبة 83، مواليد 3/5/1989، فنيدق قضاء عكار، متأهل وله ولدين، حائز على تنويه العماد قائد الجيش مرتين، تهنئة قائد اللواء 1 مرة. يرقى لرتبة عريف بعد الاستشهاد. الجندي حسين محمود عمار، الكتيبة 83، مواليد 10/9/1991، فنيدق قضاء عكار، عازب، حائز على تنويه العماد قائد الجيش 2 مرات، تهنئة العماد قائد الجيش 2 مرات. يرقى لرتبة عريف بعد الاستشهاد. الجندي علي الحاج حسن، الكتيبة 83، مواليد 5/6/1990، شمسطار قضاء بعلبة، عازب، حائز على تنويه العماد قائد الجيش 1 مرة، تهنئة العماد قائد الجيش 1 مرة. يرقى لرتبة عريف بعد الاستشهاد. الجندي عباس مدلج، الكتيبة 83، مواليد 7/2/1994، الحرفوش قضاء بعلبك، عازب، حائز على تنويه العماد قائد الجيش 1 مرة، تهنئة العماد قائد الجيش 2، تهنئة قائد اللواء 1 مرة. يرقى لرتبة عريف بعد الاستشهاد. الجندي يحيى محمد علي خضر، من فوج التدخل 5، مفصول إلى الكتيبة 83، مواليد 19/1/1993، عزق قضاء الضنية، عازب، يرقى لرتبة عريف بعد الاستشهاد. اختطفوا من قبل مجموعات إرهابية خلال أحداث عرسال من آب عام 2014،
واعتبروا مفقودين، حيث عثر لاحقا على جثامينهم بعد انتهاء عملية فجر الجرود التي أدت إلى تحرير كامل جرود السلسلة الشرقية. يمنح العسكريون الشهداء وسام الحرب، وسام الجرحى، وسام التأدير العسكري بعد الاستشهاد. دقيقة صمت عن راحة أنفس الشهداء، وقوفا لو سمحتم. قدم سلاح. أي لنتذكر شهدانا، لن ننساهم أبدا، لن ننساهم أبدا. جمس الله. أي كاه. أي مراسم تقليد الأوسنة. قدم سلاح. أي افتتاحا اقرأوا الطبول. تقليد العاصمة من قبل فخامة رئيس الجمهورية. We'll be right back.
إذن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يقلد في هذه الأثناء الأوسمة للشهداء العسكريين. ثلاثة أوسمة: وسام الحرب، وسام الجرحى، ووسام التقدير العسكري. وكنا استمعنا إلى نبذة عن حياة العسكريين الشهداء، هؤلاء العسكريين الذين اختطفوا من قبل جماعات إرهابية في آب 2014 واعتبروا. ثم عثر على جثامينهم بعد عملية فجر الجرود. تسليم ذوي الشهداء الأعلام اللبنانية من قبل العماد قائد الجيش مجموعة من في هذه الأثناء يسلم قائد الجيش العماد جوزيف عون العلم اللبناني إلى أهالي الشهداء. إبراهيم مغايت من قلمون طرابلس متأهل وله ثلاثة أولاد. ذوي الرئيب الشهيد علي المصري. علي المصري مواليد 1983 من حور تعلب علبك، متأهل وله خمسة أولاد. ذوي الرقيب الشهيد مصطفى وهبي. مصطفى وهبي مواليد 1979 اللبوي بعلبك، متأهل. سيف زبيان. سيف زبيان 1977 من الشوف الكحلونية، متأهل وله ولدين. محمد يوسف. محمد يوسف من مواليد 1985 تعلبية زحلة، متأهل وله ولد. خالد حسن. خالد حسن مواليد 1989 من فنيدق عكار، متأهل وله ولدين. ذوي العريس الشهيد حسين محمود عمار. حسين محمود عمار مواليد 1991 من فنيدق عكار أعزب. ذوي العريس الشهيد علي الحاج حسن. علي الحاج حسن من مواليد 1990 شمستار بعلبك، أيضا أعزب. ذوي العريس الشهيد عباس مدلج. عباس مدلج من مواليد 1994 حرفوش بعلبك. يحيى علي خضر. يحيى محمد علي خضر مواليد 1993 من الضنية أعزب. وسام الحرب، وسام الجرحى، ووسام التقدير العسكري. والآن سنستمع إلى كلمة قائد الجيش العماد جوزيف عون، قائد الجيش، قائد معركة فجر الجرود التي انتهت بدحر الإرهابيين وبتحرير كامل الجرود من الإرهابيين. قدم سلاح. اختتاما اقرأوا الطبول.
امشي له اي اي كلمه العماد قائد الجيش اب امشي له اي امشي له اي اي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، قادة الأجهزة الأمنية، الشخصيات الرسمية والروحية والاجتماعية والعسكرية، عائلات الشهداء، أيها الحضور الكريم، نلتقي وإياكم اليوم في هذه المناسبة المؤثرة والمليئة بالتضحيات الجليلة لأبناء المؤسسة العسكرية الذين منذ لحظات اختطافهم على أيدي الإرهاب الغاشم قد أعلنوا أقدامهم الدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله، فكانوا عنوان معركة فجر الجرود. فخامة رئيس جمهورية العماد ميشيل عون، لقد كان لحضوركم شخصياً مع ساعات الفجر الأولى إلى غرفة عمليات القيادة بالغ الأثر في رفع معنويات الجيش، حيث تابعتم سير المعركة ميدانياً وخاطبتم العسكريين ضباطاً وجنوداً أبطالاً في ساحة المعركة داعمين لهم واثقين بهم وبانتصارهم على الإرهاب، ومؤكدين للبنانيين والعالم على الملأ أن وحدة أراضي لبنان يصونها الجيش وحده وشهداؤه، وأن النصر على الإرهاب آت لا محالة، كما عبر عن الموقف نفسه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي ما كل يوماً عن دعم المؤسسة العسكرية ومؤازرتها في مختلف الظروف، وهو القائل: الجيش دائماً على حق. كذلك موقف دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري الذي بدوره زار الأراضي المستعادة وتفقد جنودنا في الميدان وقدم كامل الدعم لإنجاز المهمات الموكولة إلينا، فما كان لعملية فجر الجرود أن تتحقق لولا دعمكم جميعاً ولولا القرار السيادي اللبناني الذي اتخذته الحكومة اللبنانية. أيها الشهداء الأبطال، فرحتنا بالانتصار على الإرهاب تبقى حزينة، فقد كنا نأمل ونعمل على تحريركم من خطف الإرهاب سالمين لتعودوا إلى جيشكم وعائلاتكم وتشاركون هذا الإنجاز التاريخي، إلا أن يد الإرهاب الوحشي خافت من الإيمان الراسخ بوطنكم، فأخفتكم شهداء أجلاء تحت تراب الوطن الذي ارتوى من دمائكم الطاهرة. ففي حضراتكم أيها الشهداء يتسابق الخشوع مع الافتخار، وأمام نعوشكم يتوجب الانحناء إجلالاً، لكننا دائماً وأبداً سنبقى مرفوعي الرأس بكم وبتضحياتكم، فأنتم وسام يعلق على صدور الضباط والرتباء والأفراد الذين خاضوا فجر الجرود، لأنكم أول المضحين في هذه المعركة. أيها جنود الأبطال، باسم لبنان والعسكريين المختطفين الشهداء ودماء الشهداء الأبرار، وباسم أبطال جيشنا العظيم، أطلقت عملية فجر الجرود وتحققت أهدافها. لقد تسابقتم إلى الميدان بإرادة قتال لا تقهر، فكانت حرفيتكم وبسالتكم وبطولتكم، وكنتم تلك القوة التي صنعت الانتصار واستعادت الأرض. إلا وأنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز التاريخي، لن ننسى ولن يسع عن بالنا خلايا الإرهاب السرطانية النائمة التي قد تسعى إلى الانتقام لهزيمتها وطردها بمختلف الأساليب، وفي مقدمها أسلوب الذئاب المنفردة، وهذا يتطلب منا البقاء متيقظين وحاضرين للتصدي لها والقضاء عليها. عائلات الشهداء الأعزاء، أبناؤكم الشهداء وشركاء أساسيون في صنع النصر، والفخر إنهم أصبحوا أيقونة التحرير ودحر الإرهاب، والفخر إنهم سكنوا قلوب اللبنانيين جميعاً، فبتضحياتهم خضنا فجر الجرود، وتوحد اللبنانيون حول الجيش وقدسية مهمته، فكانت معركة شريفة ونظيفة وبطولية، نبراسها تضحيات أبنائكم الشهداء. سنوات الانتظار والأمل بعودة أبنائكم كانت ثقيلة وقاسية عليكم، لكنكم لم تفقدوا لحظة ثقتكم بالمؤسسة العسكرية وإيمانكم بالوطن الذي تهون في سبيله أغلى التضحيات.
أيها الحضور الكريم، على الرغم من هذا الانتصار لا تزال أمامنا تضحيات كبرى لا تقل أهمية عن دحرنا للإرهاب العالمي، فالجيش سينتشر من الآن وصاعداً على امتداد الحدود الشرقية للدفاع عنه. ويجب أن لا ننسى الإرهاب الأساسي والأهم الذي يتربص بحدود جنوبنا العزيز إلا وهو العدو الإسرائيلي، إذ علينا الدفاع وحماية هذا التراب الغالي، حيث لا يمكن أن نكون حراس حدود للعدو الغاصب. ترفضنا في ذلك عزيمة لا تلين ولا تضعف، مدعومة من أركان الدولة وفي مقدمهم فخامة رئيس البلاد، ومدعومة أيضاً من الشعب اللبناني الذي ما كل يوماً عن ممارسة حقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والالتفاف حول الجيش ودعمه له. وفي هذا الإطار نؤكد التزامنا التام لقرار 1701 ومن درجاته كافة، والتعاون الأقصى مع القوات الدولية للحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية. ومن على منبر الشهادة والانتصار أؤكد اليوم أن رد الجيش مستقبلاً سيكون هو نفسه على كل من يحاول العبث بالأمن والتطاول على السيادة الوطنية أو التعرض للسلم الأهلي وإرادة العيش المشترك. والجيش سيكون على مسافة واحدة من مختلف الأطياف والفرقاء وفي جميع الاستحقاقات الدستورية، وسيكون في أعلى جهوزية للدفاع عن وطننا الغالي. ودعمكم لنا يا فخامة الرئيس قد أرسى هذه القاعدة. أخلص مشاعر التعزية والمواساة لكم والتضامن معكم أيها الأهل الأعزاء، وثقوا بأن حجم تعاطفنا معكم واعتزازنا بكم هو بحجم صبركم وتضحيات أبنائكم، فأنتم قدوة أهل هذه الأرض وأبنائكم عظماء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، والمجد والكرامة لوطننا لبنان. عشتم، عاش الجيش، عاش لبنان. قدم سلاح. إذن كنا مع كلمة قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي وجه فيها أيضا كلمة وجدانية لأهالي الشهداء. كلمة فخامة رئيس الجمهورية. والآن نستمع إلى كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. جمس الله أي كا أي أيها الحضور الكريم، إنها محطة وطنية أخرى في تاريخنا نقف فيها بإجلال أمام جثمين شهدائنا، ننحني أمام تضحياتهم وتضحيات رفاق لهم سبقوهم على درب الشهداء إياها، وشهداء استشهدوا في معركة أكملت مهمتهم فحررت الأرض وحررت جثمينهم، فصانوا معا بدمائهم أرض الوطن وحصنوا أمن المجتمع ومستقبل أطفالنا والأحلام. إنها محطة تمتزج فيها مشاعر الألم والحزن بمشاعر الفخر والاعتزاز والكرامة الوطنية. شهداءنا المسجّد جثمينهم أمامنا اليوم وقفوا في العام 2014 على خطوط الدفاع عن لبنان ملتزمين الواجب والمسؤولية وقصب الشرف والتضحية والوفاء لجيشهم ووطنهم. واجهوا الخطر والتحديات بعزم وإيمان غير آبهين بما ظللت تلك المرحلة من غموض في مواقف المسؤولين سببت جراحاً في جسم الوطن، فوقعوا في يد الجماعات الإرهابية الطامعة باستباحة بلدنا كاملاً، وسقطوا شهداء أعزاء كبار شرفاء وانضموا إلى سجل الخالدين فداءً عن لبنان وجميع اللبنانيين. لقد كان شهداؤنا في حياتهم مصدر فخر واعتزاز لعائلاتهم، وهم اليوم في استشهادهم أكثر حضوراً في العقول والقلوب على مساحة الوطن. إليكم يا أفراد عائلات هؤلاء الأبطال
وقد رافقناكم بصبركم وإيمانكم وسهركم وألامكم، أقول أن تعزيتكم واجب وهي لا تكفي، بل عهدي لكم أن دماء أبنائكم أمانة لدينا حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها وجلاء كل الحقائق. مصلحة الوطن والشعب والسعي لبناء وطن عصري منفتح وثري بتنوع أبنائه وغنى حضارته، تحقيقاً لأحلام شبابنا الذين كفروا بالانقسامات والترشح السياسي والمشاكل المتوارثة من جيل إلى جيل. أيها العسكريون الشهداء، المؤهل إبراهيم غيط، الرقيب علي المصري، الرقيب مصطفى وهبي، العريف سيف زبيان، العريف محمد يوسف، الجندي أول خالد حسن، الجندي أول حسين محمود عمار، الجندي أول علي الحاج حسن، الجندي أول عباس مدلش، الجندي أول يحيى علي خضر. أعلنكم اليوم شهداء ساحة الشرف. الأوسمة التي وضعتها على نعوشكم هي أوسمة محبة وشكر من كل اللبنانيين لتضحياتكم من أجلهم ومن أجل وطنكم. بشهادتكم تكبر الأوسمة ويكبر الوطن. عاش الجيش، عاش لبنان. قدم سلاح. أي جم سلاح. أي كاه. أي مراسم مغادرة الجسامين ساحة العلم. إذن أعلن رئيس الجمهورية هؤلاء الشهداء شهداء ساحة الشرف، مؤكدا أن الأوسمة التي زرعها هي محبة وشكر من كل اللبنانيين. خاتما، بشهادتكم تكبر الأوسمة ويكبر الوطن. رئيس الجمهورية الذي وعد أن استشهاد هؤلاء الشهداء أمانة حتى تحقيق الغاية التي استشهدوا من أجلها، وقال: ننحني اليوم أمام تضحياتكم وأمام تضحيات رفاقكم، بدمائكم رويتم أرض الوطن. المحطة اليوم تمتزج مشاعر الألم والحزن بمشاعر الفخر والاعتزاز. هؤلاء الشهداء وقفوا في العام 2014 دفاعاً عن لبنان، واجهوا الخطر والتحديات بعزم وإيمان، غير آبهين بمواقف السياسيين. رئيس البلاد أكد أن هؤلاء الشهداء كانوا مصدر فخر واعتزاز لعائلاتهم. الآن رئيس الجمهورية يصافح وضع الجسامين على الطاولة، يصافح أهالي الشهداء. هو الذي قال لهم: رافقناكم بصبركم، دماء أبنائكم أمانة حتى تحقيق الغاية التي استشهدوا من أجلها. رئيس الجمهورية شمس الله. أي ختم كلمته بإعلان شهداء شهداء ساحة الشرف، مؤكدا أن الأوسمة التي زرعها على نعوشهم
هي محبة وشكر من كل اللبنانيين. بشهادتكم تكبر الأوسمة ويكبر الوطن. هذه هي الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. سبق كلمة رئيس الجمهورية كلمة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، منوها بحضور رئيس الجمهورية إلى غرفة القيادة أثناء بدء عملية فجر الجرود، مؤكدا أن هذا الأمر كان دافع في رفع معنويات الجيش قائد الجيش أكد أن النصر على الإرهاب كان لا محالة، وقال باسم أبطال الجيش أطلقت عملية فجر الجرود وحققت أهدافها. إلى تعازي تعزيا ذوي الشهداء العماد عون أكد أن الجيش لن ينسى الخلايا السرطانية النائمة وسيبقى متيقظ، وقال الشهداء أصبحوا أيقونة التحرير وسيبقوا في قلوب اللبنانيين جميعا، وبفضلهم خاض الجيش عملية فجر الجرود. سنوات الانتظار انتهت، والآن تغادر الجثامين الباحة الخارجية في وزارة أبناؤكم أصبحوا أيقونة التحرير، وبفضلهم خضنا عملية فجر الجرود. قائد الجيش سيقدم التعزية الآن لأهالي الشهداء العسكريين. وقال هو الذي قال في كلمته أن سنوات الانتظار كانت قاسية جدا على الأهالي، لكنهم لم يخونوا الثقة بالمؤسسة العسكرية. أنتم وسام على صدورنا، هكذا خاطب العماد جوزيف عون العسكريين الشهداء. الوطن ارتوى بدماء هؤلاء الشهداء في هذه الأثناء. تخرج الجثامين من الباحة الخارجية في وزارة الدفاع. قائد الجيش أكد أن رد الجيش هو نفسه، سيبقى نفسه على كل من يحاول التعرض للسلم الأهلي، مؤكدا أنه سيكون على مسافة واحدة وسيبقى في أعلى جهوزية للدفاع عن أرض الوطن. قدم التعزية لأهالي الشهداء، والآن موكب الجثامين في طريقه إلى الخروج من الباحة الخارجية في وزارة الدفاع. موقف مؤثر لأهالي الشهداء
وللرفاق العسكريين ولكل الوطن الذي انتظر على مدى 3 سنوات لمعرفة مصير هؤلاء العسكريين المختطفين. 3 سنوات من الانتظار. ومن القلق. لو سمحتم الحضور. لحظة لو سمحتم الحضور بعطي مراسيم للعماد قائد الجيش. لو سمحتم دقيقة الحضور. جمجناه. أي. الجبهة خرجت. أي. أب. أعطي سلاح. أعطي سلاح. أي. أيقونة التحرير. أبطال من الجيش اللبناني وسيبقوا في قلوب جميع اللبنانيين، وبفضلهم خاض الجيش اللبناني عملية فجر الجرود. هذه العملية التي دفع أيضا عدة عسكريين بأرواحهم لتحرير كافة الجرود من الإرهابيين. قائد الجيش أكد الالتزام أيضا بالقرار 1701 وبالحفاظ على الحدود الجنوبية. ثلاثة أوسمة وضعت على نعوش العسكريين الشهداء: وسام الحرب، وسام الجرحى، ووسام التقدير العسكري. في مغادرة عالم الجيش نلتزم أماكننا لمغادرة عالم الجيش. بعد مغادرة علم الجيش اللبناني ينتهي الاحتفال في وزارة الدفاع. هؤلاء العسكريين الذين استشهدوا في سبيل الوطن، واليوم يثبت الجيش اللبناني أن النصر على الإرهاب لا محالة. سنوات الانتظار الطويلة انتهت اليوم. هذا المشهد الذي نشاهده اليوم رئيس الجمهورية أكد أنها محطة تمتزج فيها المشاعر بين الألم والحزن بمشاعر الفخر والاعتزاز. هؤلاء الشهداء وقفوا في العام 2014 على خط الدفاع عن لبنان، واجهوا الخطر والتحديات بعزم وإيمان، وكانوا مصدر فخر واعتزاز لعائلاتهم. واليوم مغادرة علم الجيش. علم الجيش إلى الأمام. الآن في هذه الأثناء يغادر علم الجيش اللبناني. رافقنا عائلات أهالي الشهداء على مدى 3 سنوات. هذا الملف الذي نشهد خواتيمه اليوم. إلى العلم. أعلنه قائد الجيش. وبسببهم أطلقت عملية فجر الجنود التي تحققت كانوا الأفراد.
مشاهدينا التشريفات وصلنا الى ختام الاحتفال اليمين. الذي نقلنا وقائعه منذ ساعات من الصباح. اي الامام العسكريون الشهداء كانوا عنوان معركة فجر الجنود. منحوا اليوم وسام الحرب، وسام الجرحى، ووسام التقدير العسكري. وكانت كلمة وجدانية خاطب فيها قائد الجيش عوائل الشهداء، مؤكدا أن العائلات لم يكونوا يوما ثقتهم في الجيش اللبناني. إذن مشاهدينا، سنوات الانتظار كانت قاسية جدا على عائلات الشهداء وعلى كل اللبنانيين. الاحتفال في وزارة الدفاع انتهى، والآن تغادر الفرق الساحة. كنا معكم في نقل مباشر، فريق عمل تلفزيون لبنان من وزارة الدفاع، وسنتابع في نقل بعد قليل لعملية وصول الجثامين، كل جثمان إلى قريته. كنا معكم بنقل مباشر من وزارة الدفاع.